تحية رمضانية لمتتبعي موقع لوسيت أنفو، معكم أنس عزيم لاعب وقائد نادي المغرب الرياضي الفاس. وبطبيعة الحال رمضان ديال هاد السنة جا مختلف، عدد كثيرة كنا تنقوموا بها هاد العام تحرمنا منه، خاصة في هاد الحجر الصحي، زيارات عائلية وصلاة الترويح هي أبرز الحوايج اللي تحرمنا منها هاد السنة هادي. فيما يخص التدريب، بعد دخولنا مباشرة في الحجر الصحي، ارتأى السيد منير الجعواني مدرب الفريق باش يكون واحد برنامج تدريبي يومي باش نحافظوا على اللياقة البدنية ديالنا، وكملنا به حتى في شهر رمضان إلى أن إن شاء الله نخرجوا من هذا الحجر الصحي بإذن الله. فيما يخص الاتصال فهو دائم ويومي بيننا وبين السيد منير الجعواني مدرب الفريق، كذلك السيد الرئيس اسماعيل الجامعي اللي تيتصل معنا بشكل دائم تسول على الاحوال ديالنا. هذه هي القوه ديالنا ديال السنه، اننا عائله، داك الشيء تيبان في النتائج، وتنتمنى التوج بالصعود ان شاء الله والرجوع المغرب الرياضي الفاسي للمكان ديالو. عدة الفطور ديال أنس عزيم تتكون متوازنة بكميات اللي هي مضبوطة، أنه توصلنا بنظام غذائي عند الطاقم الطبي ديالنا باش نحافظوا على اللياقة البدنية ونحافظوا على الوزن المثالي ديالنا في هذا الشهر المبارك. بطبيعة الحال إلا جاني شي هاد الملل تقرا كتب، تتعلم لغات أجنبية باش نطور من المستوى المعرفي ديالي والمستوى الثقافي ديالي. ونصيحتي للخوتي المغاربة هي صبرنا، نزيدو نصبرو، نبقى قد ما فات، إن شاء الله نخرجو منتصرين على هاد الوباء إن شاء الله. وكلمة المتتبعي أنس عزيم وجمهور ديال المغرب الفاسي، نقول لهم إن شاء الله السنة ديالنا السنة ديال الصعود، نرجع المغرب الفاسي إن شاء الله للمكانة ديالو مع الكبار إن شاء الله، نفرحوا فاس ونفرحوا 12 القرن إن شاء الله بإذن الله.